السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا متابعي قناة الأرباح في درس جديد لربح الإنترنت. هذه الطريقة اليوم طريقة أعتقد أنها جديدة، كيف ستربح من بيع أفكارك ومشاركة آرائك، ومن سواء أخ أو أخت لديه خبرة أو مهنة معينة، مثلا في مجال الطب، المحاماة، الميكانيك، أي مجال إخواني، ولديه معرفة وخبرة كبيرة يستطيع أيضا العمل في هذا الفيديو. هذا الموقع لم يشرح من عفوا هذه الطريقة لم تشرح من قبل، ولكن إن شاء الله أنا قررت أن أشرحها. لماذا؟ لأنه توجد فئات كثيرة لديها خبرة ولديها معلومات، لديها كفاءات، ولكن ليس لديها العمل. لذا هذا الموقع تستطيع ربح منه الآلاف الدولارات إخواني، أرباح خرافية. أيضا بما أن هذه القناة كما قلنا للمبتدئين، ربح من الإنترنت للمبتدئين، أيضا المبتدئ يستطيع العمل بالطريقة التي سأخبرك إياها، فقط تابع وركز معي. أول شيء أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عن القناة الخاصة بنا، وهذه قناة تقدم كل استراتيجيات الربح. زر هذه القناة ستجد كل أنواع طرق الربح وأيضا عمل على الإنترنت، فقط تحتاج التعب. لا تنسوا إخواني دعمنا بالضغط على زر لايك. لماذا؟ لأننا نقوم بكل يوم إخواني بوضع فيديوهات، كل يوم نضع فيديو أو فيديوهين لكي تستفيدوا. وإن شاء الله إخواني سنقوم بشرح أو تكملة هذا الفيديو في أقرب وقت، تكملة لكيفية التعديل على الموقع على راد بابل. إن شاء الله كما قلت لكم سأقدم لكم بعض الأسرار للربح من موقع راد بابل، فقط صبرا إخواني. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة سأضع لكم سر أو سرين لكي تمشي على خطى صحيحة. نتوجه للشرح لكي لا نطيل، ففيديو اليوم إن شاء الله لا يتجاوز 15 دقيقة. أول موقع إخواني، وقبل تحميل الموقع أو الدخول إلى الموقع سأقوم بعمل بوز للفي بي أن، هذه الإضافة إضافة مجانية توج في بي أن. ابحث في جوجل عن إضافة توج في بي أن، تجد هذه الإضافة، أعمل بها فهي جيدة. ندخل إلى هذا الموقع، مثلا أضغط على أكتياليزي لن يشتغل معك الموقع. لماذا؟ لأنه محظور في الدول العربية. لكن إخواني أنت ليس كل الدول العربية محظور، يكفيك فقط استعمال في بي ان وهو يقبل الدول العربية. سأريك الطريقة. أول شيء أقوم بالضغط على هذه الإضافة وكونكت على اليو اس اي او على اي دولة. بعد اخواني اضغط على اكتياليزي سيأتي هذا الموقع اخواني. وايضا عندما تسجل اخواني تستطيع العمل من اي دولة عربية. لماذا؟ لانه موقع خاص بكل تقديم المعارف، تقديم نصائح من اشهر الاطباء، اشهر اخواني المحامين، اشهر الميكانيك، يعني خبرات في جميع المجالات. نحن لا يهمنا إخواني، نحن من لديه خبرة يستطيع التسجيل في هذا الموقع وبداية العمل في هذا الموقع مع إجابة على الأسئلة. طريقة عمله Just Answer، يتحصل على إخواني يكفيك الترافيك الخاص به، الترافيك لن تحتاج ترويج لعملك، فقط تقوم بعمل بهاتف النقل بهاتفك فقط تستطيع العمل. يعني 14 مليون شخص يأتي إلى هذا الموقع للحصول على أسئلة، سواء شاهد هنا دكتور، أيضا ميكانيك، الكترونيك، كمبيوتر، وايضا الكتريسيا، بلومبي، يعني كل المجالات المتوفره في الحياه تستطيع من لديه فقط كفاءه في احدى المجالات يستطيع العمل. وهنا الموقع كما تشاهدون للحصول على اجابات جيده يجب عليك ان تدفع 24 في الشهر على ما اعتقد، والإجابة ستكون 24 ساعة على 24 ساعة في أي مجال. لديك مشكل في المنزل مثلا، إصلاح أي شيء، سيتعاونون معك ويصلحونه خطوة بخطوة. هنا طريقة العمل في الموقع يشرحها لك، فقط قم بإرسال سؤال، مثلا أنا أريد أحتاج نصيحة أو أحتاج إجابة على شيء، أقوم بكتابة how lose weight مثلا in today. شاهد عند الضغط على ستار سيخبرني أنني يجب وإلزامين أن أدفع الأموال. إذا أردت الإجابة على السؤال فقط أستطيع دفع 0.1. تبدأ الاشتراك في بداية الأمر ب 0.1 لسبعة أيام، ومباشرة تتحول أوتوماتيكلي شاهد إلى 29 يوم. وأيضا تستطيع الخروج إلغاء في أي وقت، سواء بالباي بال أو كريدي كارد. يعني أنا مثلا أريد معلومات وأريد إجابات من دكاترة وأي شيء، أقوم بالدفع. نحن كيف سنشتغل؟ مثلا أنت لديك
لديك هواية أو أي شيء، فقط تستطيع تسجيل لوجن وتفتح حساب وتقدم المجال الذي تعمل فيه وكل شيء. الأشخاص المبتدئين الذين ليس لديهم أي معرفة ويريدون العمل من هذا الموقع، كما تعودنا تستطيع هنا شاهد الكاتيجوري التي تستطيع العمل عليها: لاورز، دكتور، فيترينار، ماشين إلكترونيك، كمبيوتر، وأيضا الكثير من الأمور. هنا نحن مبتدئين، لا نستطيع ليس لدينا أي معرفة كيف صناعة، فلسنشتغل على بارتنر بروجرام. عند الضغط على بارتنر بروجرام شاهد كيف استربع أخيه. أول شيء make money with helping your visitor، يعني اكسب المال عن طريق مساعدة الزوار الخاص بك، وأيضا تربح كاش وكويكلي بسرعة تحصل على الأرباح الخاصة بك. فقط تضغط على جوين ناو، لكن قبل الضغط هنا تستطيع معرفة ما هو الموقع الذي تعمل عليه. هذا الموقع يعمل منذ 2003 واستطاع الإجابة على أكثر من 16 مليون سؤال في هذا الموقع. أيضا أنت ماذا ستربع؟ كل شخص تحيله ويقوم بالاشتراك ب 29 دولار ستحصل من 15 دولار على مبيع، على إجابة أو على اشتراك، يعني تحصل من 5 إلى 15 بارسال، وهنا في الشهر إخواني 15 على كل شريك لمدة شهر تحصل عليه 15. إذا جلبت أكثر من شخص، تصور معي 10 أشخاص ب 150 دولار. وهنا أيضا هنا الكاتيجوري التي تستطيع جلب الأشخاص لها، هنا تستطيع اختيار الكاتيجوري كما تشاهدون، كما قلت لكم الكثير من الكاتيجوري ليجال، ميديكال، كل شيء. وهنا ايضا العمل بالهاتف كما تشاهدون، ايضا الفيزيتور يقومون بحل مشاكلهم بسرعة كويكلي وكل شيء، وايضا بعض المعلومات الاجابة تكون في 15 دقيقة. هنا شاهد عندما يطرح سؤال يقوم بالدفع مباشرة، تأتيه الاجابات من اشخاص لكي يتحصلوا على ارباح، لان الاشخاص هنا اخواني أشخاص الذين يشتركون ويجيبون يتحصلون على أرباح، عكس الأفيليت بروجرام فهم يتحصلون على كل إجابة يقومون بإجابته على الأرباح. وأنت كأفيليت بروجرام إخواني كل شخص تحيله تحصل على الأرباح. هذا هو إخواني الموقع، أرجو أن تستفيدوا منه. فقط تستطيع التسجيل بالطريقة العادية، تضغط على بكم أفيليت هنا وتبدأ الحساب، لكن كنصيحة هذا الموقع يحتاج فصاحة، يجب أن تترجم المعلومات الخاصة بك عندما تشترك معه، سيتم قبولك بعد يومين 48 ساعة لكي يتم قبولك، وأيضا فصاحة اللغة الإنجليزية، يعني استعين هنا خاصة في الإجابة هنا إخواني. هنا أعتقد في الأسفل هنا قم بوضع رابط موقع إن كان لديك وأجب بالأجوبة الجيدة في هذه الأماكن، ثم علم على هذين الخيارين واضغط على سين اب. هنا سنشاهد الدول، هنا يونايتد ستيت، شاهد لنشاهد الدول، اعتقد كل الدول العربية مقبولة، شاهد الجيريا، ايضا الكثير البحرين، كل الدول العربية مقبولة. فقط تستطيع استخدام في بي ان للعمل في هذا الموقع. هنا هذا هو الموقع ان كنت تريد العمل عليه. ايضا يوجد موقع اخر ساتركه لكم ولكن ساعيد شرحه ان شاء الله. هذا الموقع من اقوى المواقع، تستطيع أيضا بيع الأسئلة الخاصة بك والأجوبة وكل أيضا الكتب يتبادلون، خبير، سؤال وجواب، تفسيرات الفيديو، مشاكل الممارسة، أيضا تستطيع بيع الكتب ولكن الكتب بطريقتهم الخاصة إخواني. نحن ما يهمنا في هذا الموقع أن أنصحك مباشرة بالتوجه إلى البارتنر أو أفيليت بروجرام لأن أرباحه جيدة. لماذا؟ لأن أيضا هذا الموقع يقدم لديه 71 مليون زائر شهريا، يعني من الترافيك الخاص بالموقع تستطيع الربح. وهنا شاهد ماذا يقدم الموقع: موبيل أبس، العمل بالهاتف فقط، أيضا تستطيع بيع سال تكست بوك، وأيضا كثير من الأمور يقدمها هذا الموقع كما تشاهدها هنا، كلها مجانية تستطيع الربح منها. الآن الأفيليت بروجرام، لماذا نصحتكم بهذا بالعمل على الأفيليت بروجرام خاص بهذا الموقع؟ أول شيء هنا الرايتينج، أعتقد أنك تستطيع أيضا الكتابة في هذا الموقع. المهم جوان موقع شيك أفيليت بروجرام، وهنا أفيليت with text box referral، ما يهمون إخواني شاهد earn commission for every customer you refer إلى الموقع، كل شخص تقوم بإحالته إلى الموقع تكسب أرباح. هذه الأرباح الكثير يتساءل ما هي هذه الأرباح؟
هنا فصلها لك على الشخص ستودي ريفيرال. إذا تحصلت على ستودي ريفيرال ستكسب $4 على كل شخص، وهذا شيء بسيط جدا. إحالة الدراسة يربح $4 لكل اشتراك، وهنا الاشتراك رقم 2 تربح $5، وتستطيع جلبهم خاصة في هذه المواقع العلمية إخواني. $5 لكل اشتراك، وهنا تكست بوك ريفيرال إنشاء كتاب على ما أعتقد، هنا أرباح 10% مدى عملاء جديدة و 3% طلبات لإرجاء إحالة العملاء، يعني 14% إخواني عندما تنشئ كتاب. لا أعتقد أنك تستطيع إنشاء كتاب إن لم تكن لديك الخبرة، هنا تستطيع البيع، هنا سال إي بوك، وهنا كما تشاهدون هنا تستطيع إنشاء كتاب وبعض المعلومات تقدمها وبيع الكتب كما تشاهدون، تحصل على أرباح. هنا السال يعني بيع الكتب. نحن الطريقة التي سنعمل عليها فقط تكفينا $4 إحالة الأشخاص لهذا الاشتراك أو هذا الاشتراك. هذا الموقع أيضا خاص بالنصائح، نفس الموقع يقوم بالإجابة على كل شيء، وهنا أي معلومة ستجدها هنا، تبادل المعارف كما تشاهدون، هنا start your search أي شيء تحتاجه تستطيع البحث عليه. هذا هو إخواني الموقع الأول. ثاني أنا لن أشرح طريقة التسجيل فيهم لأنني فقط أردت أن أشاركها للأشخاص التي لديها كفاءات والأشخاص الذين يريدون الترويج لرابط أفيليات، وليس صعب مثل كليك بانك، لأن كليك بانك تحتاج القبول وأي شيء، لكن هذه المواقع فقط يوم أو يومين يتم قبولها، سواء في فيسبوك أو في تويتر أو في أي موقع تواصل اجتماعي. وهنا أرجو أن تستفيدوا، وصحفتكم إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله.